بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درسنا في مادة الاجتماعيات مكون الجغرافيا تحت عنوان أتدرب على وصف مجال حضري، أتعرف نماذج من الأنشطة البشرية. إذن قبل أن نبدأ درس اليوم، لابد من استحضار معلومات تتعلق بالدرس السابق، إذ تناولنا فيه كما تذكرون أعزائي الأنشطة التي يمارسها السكان بالريف، وقلنا بأنها متمثلة في الفلاحة التي تشمل الزراعة وتربية الماشية. إذن الأهداف التي سنسطرها لهذا الدرس تتلخص في هدفين: أولها أتعلم خطوات دراسة نشاط صناعي وتجاري، أنجز دراسة حول موضوع مماثل. اليوم سوف نتعرف نماذج من أنشطة السكان في المجال الحضري والتي تتلخص في الصناعة والتجارة وغير ذلك، لكن العنوان يقول أنشطة السكان في المجال الحضري فقط، وهذا غير صحيح 100%، وإنما سنسلط الضوء على نشاط يتعلق بصناعة الزيتون انطلاقا من جني الزيتون، وبالتالي فهذا نشاط يجمع بين المجال القروي والمجال الحضري، يعني أن عملية الزراعة والجني تبدأ بالعالم القروي وتنتهي بالمجال الحضري. إذن فطريقة تصنيع هذه المادة الحيوية المتمثلة في زيت الزيتون سنتعرف على المراحل التي تمر منها. إذن سنتعرف على الخطوات التي يجب اتباعها في دراسة نشاط صناعي وتجاري من خلال مثال ملموس يتعلق بتصنيع وتسويق الزيتون. سنتعرف أولا على مناطق إنتاج الزيتون من خلال ملاحظتكم للخريطة الموجودة أمامكم. إذن أين توجد أهم المساحات المغروسة بشجر الزيتون؟ فكما تلاحظون أن أهم المناطق المغروسة تتمركز بجانب الأودية، والتي يعبر عنها في الخريطة بواسطة خطوط، هي في كتاب تلميذ تبدو خطوط زرقاء ولكن الصورة هنا تبدو خطوط بنية، ولكن أقصد تلك الخطوط الزرقاء، وهي ضرورية لشجر الزيتون لتمده بالمياه اللازمة للسقي. ومن خلال هذا المحور أيضا سنتعرف على استغلال الزيتون كنشاط بشري تقليدي، لاحظوا معي الخطاط جيدا والصور المرافقة له، ويمر هذا النشاط بمراحل متعددة بدءا بعملية جني الزيتون كما تلاحظون الصورة، وهي بطريقة تقليدية لأن هناك الجني بطرق عصرية، وبعد ذلك يتم تسويقه من طرف الباعة المتجولين، أي بيع جزء منه، وجزء آخر يستخلص منه الزيت في معصرات تقليدية أو مطاحن تقليدية أو عصرية، ولكن الصورة أمامكم نتحدث عن استغلال الزيتون بطريقة تقليدية، والبعض يباع في الأسواق كما تلاحظون في الصورة قصد الاستهلاك. إذن هذه هي أهم المراحل التي يمر منها زيت الزيتون ولكن بطريقة تقليدية. يبقى السؤال المطروح، هل استغلال الزيتون بشكل تقليدي كافي لتلبية حاجات أو حاجيات السكان المتزايدة؟ بالطبع هذه المادة الثمينة لن تلبي حاجية السكان المتزايدة نظرا لضعف الإنتاج، ولهذا
سيتم البحث عن طريقة عصرية لاستغلال الزيتون حتى يكون المنتوج أكثر وفرة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المحور. أتعرف استغلال الزيتون كنشاط بشري عصري. لاحظوا معي تجهيزات المعمل في الصورتين، فهناك صورتين. الصورة أعلاه تمثل معملا لإنتاج الزيت، والصورة الثانية نعم تبرز لنا تصفية الزيت داخل المعمل في قارورات، وخاين كانت هذه القارورات غير واضحة، في قارورات قد تكون بلاستيكية أو زجاجية عفوا أنيقة. بواسطة الآلات المتطورة والتي تتميز بتوفير الوقت والجودة العالية والنظافة كما تلاحظون، وبذلك ستتوفر منتوجات وفيرة منتوجا عفوا وفير يسد كل حاجيات المستهلك المتزايدة. ننتقل للتعرف على إجراءات تطوير زيت الزيتون من خلال البحث العلمي والدور الذي يلعبه في تحسين جودة زيت الزيتون. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ العمل داخل المختبر. إذن هل للبحث العلمي دور في تحسين جودة الزيت؟ كيف ذلك؟ فمن خلال ملاحظتكم للصورة، نعم ماذا تلاحظون؟ أكيد تلاحظون باحثا، تلاحظون في الصورة باحثا يهتم بذلك، إذ يوظف طرقا علمية لتطوير صناعة الزيت وجعلها أكثر تطورا وجودة. فبالبحث العلمي يسعى الباحثون لتطوير ماذا؟ لتطوير هذا المنتوج الثمين، كالكشف عن إضافة بعض المواد غير الصحية، نعم لأن هناك بعض الناس يضيفون بعض الزيوت الرخيصة الثمن أو بعض الأشياء غير صحية لزيت الزيتون ثم يتم عرضه في الأسواق. إذن فالباحث دوره أو بالبحث العلمي يتم الكشف عن خلط الزيتون بزيوت أخرى أقل جودة وتكلفة، أو نعم. إذن بقي لنا المحور الأخير والذي سنتعرف من خلاله على التسويق العصري لمنتوجات الزيتون أو المنتوجات الزيتية. لاحظوا معي العناية التي تقدم بها المواد المصنعة المستخلصة من الزيتون إلى المستهلكين، نعم فهي مقدمة في قنينات زجاجية أنيقة تجذب المستهلك، نعم. كذلك هناك الإشهار لهذه المادة الثمينة. إذن ما هي وظيفة الإشهار المتعلق بهذه المواد؟ فالإشهار أبنائي يلعب دورا مهما في التعريف بالمنتوج، فهو يجذب المستهلك لاقتنائه، وبهذا نكون أحبائي قد تعرفنا على مراحل إنتاج زيت الزيتون من أو بدءا بجنيه إلى تسويقه. ننهي درسنا كالمعتاد بملخص تدونونه على دفتر الدروس المخصص لمادة الاجتماعيات. إذن الملخص هو كالتالي: تتنوع الأنشطة البشرية بالمجال الحضري، فهناك الأنشطة الصناعية التقليدية والعصرية والأنشطة التجارية. تجمع الأنشطة المرتبطة بإنتاج الزيتون بين أنشطة متعددة تبعا لتعدد مراحل الإنتاج، كجمع المحصول وإعداده ثم توزيعه وغير ذلك من المراحل. وتتم هذه الأنشطة بشكل تقليدي أو عصري، وتجمع بين ما يمارس في المجال القروي وما يمارس في المجال الحضري. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء.